بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإجابة على سؤال صيام الكبير في السن أو المرأة الكبيرة في السن أيضا، فنقول إن الصيام فريضة فرضها الله عز وجل وجعلها على المستطيع، فمن لم يستطع الصيام بترك المفطرات من الطعام والشراب وغيرها من سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإن عليه أن يفطر ما دام غير مستطيع، بل إن أخبره طبيب متخصص بأن الصوم يضره أو يضر بصحته يجب عليه أن يفطر، وذلك لقول الله عز وجل في الصيام خاصة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. كل هذا يدل على أنه يجوز له الفطر، وعليه أن يخرج فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطر فيه، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.